والآن وقفة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية تستعرضها لنا فاطمة خليل. إليك مرة أخرى فاطمة. شكرا محمد، شكرا دينا، وأهلا بكم مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة: العظمى 25، الصغرى 17، الإسكندرية 25-13، مطروح 25-13، بورسعيد 23-14، إسماعيلية 25-14، وجوها معتدل. أما بالنسبة للسويس 24-14، العريش 23-14، طابة 22-15، شرم الشيخ 26-17، الغردقة 27-16، وجوها أيضا معتدل. في الأقصر 26-13، أسوان 28-13، الوادي الجديد 26-9، شلاتين 27-19، حلايب 25-19، وجوها أيضا معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.